اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وساده الوزراء اعضاء الحكومه الجديده والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب ادائهم اليمين الدستوريه بمقر رئاسه الجمهوريه بمصر الجديده. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس اعرب في مستهل الاجتماع عن اطيب تمنياته للحكومه الجديده بالتوفيق والنجاح في اداء مهام مناصبهم. مواجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية كما أكد السيد الرئيس أهمية تطوير شامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ اطر العمل المؤسسي والحوكمه، فضلا عن تحقيق اقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات واجهزه الدوله، وذلك في اطار من الحرص على المصلحه العامه والنزاهه والشفافيه والتواصل الفعال مع الراي العام. كما اكد السيد الرئيس اهميه استكمال مسار الاصلاح الاقتصادي على جميع الاصعده، مع اعطاء الاولويه للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفره ملموسه في المجالات الخدميه وعلى راسها الصحه والتعليم. مشددا على الاهميه البالغه لبناء وتطوير الصناعات المصريه باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيره بناء الدوله وموجها بان تعمل الحكومه الجديده على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخليه والخارجيه وتشجيع نمو القطاع الخاص وذلك في اطار تحسين الاداء المالي والاقتصادي الشامل للدوله مما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنميه والتقدم أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين هذا وقد أعرب السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات مؤكدين للسيد الرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة